أنا سامي عمران، دكتور بالفيزياء النظرية. أنا هلأ ميت. بعاني من اضطراب ثنائي القطب، أو يلي بيسموه باي بولر 2، يلي ممكن السيطرة عليه أحياناً بالعلاج الدوائي لتخفيف نوبات الهوس يلي بنفصل فيها عن الواقع. جسمنا لا يمكن يكون واقع ما دام عم يشغل حيز المكان. ما في شيء اسمه مادة، كل المادة بتنشأ بسبب القوة اللي بتجذب جسيمات الذرة للاهتزاز. فإذا كل شيء حوالينا هو نتاج تردد، وهذا بيعني إذا غيرت هذا التردد فتركيبة المادة رح تتغير كمان. بس اضطراب ثنائي القطب مو هو سبب انفصالي عن الواقع وخلطه بالمتوهم. السبب هو إرثي، إرثي بتفسير الأحلام والمنامات. الحلم هو الحياة البديلة، نسخة كوبي بيست عن الواقع، أو آلية لإعادة إنتاج الواقع اللي عم نتصوره. أحياناً بيجي على شكل دلالات من الماضي، وأحياناً شفرة للمستقبل، وأحياناً رؤى واضحة بتجيني بشكل مختلط ومتقطع، ومن هون بتجي أهميته وخطورته. لهيك الواقع هو عبارة عن حلم طويل، حلم جوا حلم، واقع داخل واقع افتراضي، بعد فيزيائي من عدة أبعاد. ومهما غرقت فيه وضعت بحلم جوات حلم، مكان واحد بيرجعني للواقع، محل العم مصطفى مصلح الساعات. أو أختي ديما الصيدلانية، سندي وملجئي ومرايتي، كل ما الدنيا والظروف جارت علي وطحنتني.